السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مازن المقداد من سوريا، أسكن في جنوب كاليفورنيا أمريكا. أحيي أبطال سوريا، أحيي أحرار سوريا، أحيي ثوار سوريا. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، إن شاء الله النصر قريب جدا 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 جدا. من هنا أحييكم ونحن معكم قلبا وقالبا، نحن معكم، نحن دائما ننشر أخباركم ونحاول دائما أن نكون يد واحدة معكم. نحن بكل ثانية عايشين شعوركم إن شاء الله. للأسف نحن بعيدين عنكم، ولكن عم نحاول أن نعمل الشيء اللي قادرين عليه من البعيد. نعمل مظاهرات كل أسبوع، اجتماعات كل أسبوع، منحاول نجمع نصرة الثوار بسوريا. إنكم منتصرون بإذن الله. خلوها خالصة مخلصة خالصة لوجه الله عز وجل. ورسالة أخيرة لكل أحرار سوريا، نريد اعتصام السوريين الأحرار على اليوتيوب إن شاء الله، وإن شاء الله لقاء قريبا في سوريا الحرة المنتصرة على الغاصب المغتصب الجبار لعنة الله عليه.